اجتماع للفريقين الحكومي والأممي في لجنة إعادة الانتشار يضع 4 اشتراطات لتنفيذ الانسحاب من الحديدة. مواجهات بين التشكيلات المشتركة والميليشيات في الجهة الغربية من قعطبة بالضالع، وإحباط تسللات في الأزارق وحجر. الميليشيات الإرهابية تتكبد خسائر في الأرواح بمعارك في جبهتي حام بالجوف والصفراء بصعدة. السلام عليكم. ما أشبه الليلة بالبارحة، فها هي ميليشيا الحوثي تعيد المسرحية الهزلية ذاتها التي أخرجتها في 29 ديسمبر الماضي بشأن انسحابها من الموانئ في الحديدة، والتي تأتي هذه المرة بالتماهي مع المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن جريفيث الذي يمني النفس بنجاحات يضمنها في إحاطته المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي، فيما المعارك تتواصل ضد هذه الميليشيات التي لا تفقه سوى لغة القوة في مختلف جبهات الضالع وحام في الجوف وصعدة. عقد الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اجتماعا مع رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، وجاء لقاء الفريق الحكومي برئاسة اللواء صغير بن عزيز في مدينة عدن غداة الإعلان المثير للجدل وردود الأفعال من قبل الأمم المتحدة على إعلان الحوثيين إجراء انسحاب من جانب واحد. وكشف العميد صادق دويد عضو الفريق الحكومي في اللجنة الإشرافية على اتفاق إعادة انتشار القوات في الحديدة عن نتائج إيجابية تمخض عنها اجتماع الفريق الحكومي مع رئيس لجنة الرقابة الأممية مايكل لوليسغارد، والذي تعذر انعقاده في الحديدة بسبب رفض الميليشيات الحوثية السماح بمرور موكب الفريق الأممي. وأوضح عضو الفريق الحكومي والناطق باسم قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية أنه تم الاتفاق على ضرورة أن تفضي انسحابات الحوثي من موانئ الحديدة إلى إطار زمني محدد لتفعيل آلية التحقق والتفتيش وإزالة الألغام والمظاهر المسلحة وآلية إشراف واضحة على واردات الموانئ، بالإضافة إلى تزمين محدد لاستكمال المرحلة الأولى من الانسحاب. وأضاف العميد دويد أن عدم التقيد بمعايير الاتفاق وتكرار المسرحية الهزلية أمر غير مقبول. هذا وأعاد إعلان الحوثيين انسحابا أحاديا من موانئ الحديدة أعاد إلى الأذهان المسرحية الهزلية ذاتها التي تمت في أواخر ديسمبر الماضي والتي سلمت الموانئ إلى نفسها، لكن في حلة أخرى، خطوة يرى فيها المراقبون تبييضا لموقف جريفيث في جلسة مجلس الأمن المقبلة. هذا هو الحوثي مرة أخرى يسلم الموانئ لنفسه في لعبة مكشوفة ليست بجديدة عليه، لكن موقف الأمم المتحدة الراعية لهذا الانسحاب والمباركة البريطانية هي من أصابت الجميع بصدمة. ستوقظ نار المعارك من جديد بعدما أصبح الحل السياسي في اليمن يشرعن للميليشيات ويجعل من اليمنيين ألعوبة بيد مخططات مشكوك فيها. اتفاق ستوكهولم الذي هو الطريق الوحيد إلى السلام يمكن أن يموت في غضون أسابيع إذا لم نرى تقدما حقيقيا في تخليص ميناء الحديدة من الميليشيات. وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، والذي حذر مرارا وتكرارا من موت اتفاق ستوكهولم في حال عدم تطبيقه أو التلاعب به، ها هو يخرج بتغريدة يبارك فيها انسحاب الحوثي الأحادي برعاية من الأمم المتحدة، كما بارك جهود مارتن جريفيث الوسيط الأممي بريطاني الجنسية. أما سفير بريطانيا في اليمن فقد خرج عن حدود اللياقة الدبلوماسية وظهر بتغريدة ساخرة من اليمنيين يصفهم بالمتهكمين، مستنكرا وصف الأمم المتحدة بالساذجة. ليست ساذجة فقط يا سفير بريطانيا في اليمن، بل أن الأمم المتحدة بدت وسيطا سافرا يريد أن يتحول إلى وصي على اليمن واليمنيين ومنفذا لأجندات دولية، هكذا قال محللون.
وأمام هذه الخطوات الأحادية غير المتفق عليها، علق الفريق الحكومي أي اجتماعات مقبلة مع لولي سيغارد في عدن، لحين التبين من موقف الأمم المتحدة تجاه المسرحية الثانية لميليشيات الحوثي، حيث تشير مصادر أن تسليم الحوثي لنفسه تمت بمباركة غريفيث وبعيدة عن لجنة إعادة الانتشار المشكلة من مجلس الأمن الدولي، ما يفتح آفاقا عدة للدور الأممي الذي يحاول إنقاذ ميليشيات الحوثي من مهلة الرباعية، ويخلق مبررا جديدا لينقذ غريفيث الحوثي من مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري. الفريق الحكومي وبلهجة دبلوماسية حذر من مسرحية جديدة لا تختلف عن سابقاتها، بعيدا عن الاتفاق والرقابة المشتركة بموجب عمل وآليات لجنة التنسيق، وحدد أن انسحاب الحوثي يجب أن يكون مبنيا على إطار زمني محدد لتفعيل آليات التحقيق والتفتيش وإزالة الألغام والمظاهر المسلحة وتحديد إطار زمني لاستكمال هذا كله. بدائل التعنت الحوثي تتمثل في اشتعال فتيل الحرب، وما سيشعلها هذه المرة هو الدعم البريطاني والمباركة الأممية عبر مبعوثها الذين يكيلون بمكيال الميليشيات. وما يدور حاليا في أروقة السياسة، فضح جلسة مجلس الأمن الدولي المقبلة بشأن اليمن منتصف الشهر الجاري، فلا جديد سيقدمه غريفيث عاد الحديث عن التطمينات. هذا وكنا قد أجرينا في نشرة سابقة اتصالا هاتفيا مع العميد صادق دويد عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، وسألناه عن النتائج الإيجابية التي خرج بها اجتماع الفريق الحكومي مع لولي سيغارد، فأجاب بالقول: الإعلان الذي أعلن الحوثيين من المعاناة هو جزء من المرحلة الأولى. وجدت الأمم المتحدة في هذا الإعلان فرصة لتواجدها في المعاناة ودورها القيادي، رحبنا بهذا الشيء لا ضيع إذا تحققت هذه النقاط الأربع: الموارد، آلية التفتيش، إزالة الألغام والمظاهر العسكرية والمفققات والحرائق، والشيء الأخير استكمال المرحلة الأولى. لا تبقى هذه المرحلة مفتوحة باعتبارها جزء من المرحلة الأولى. نعم سيادة العميد، النقاط هذه التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع كيف ستجد طبعا طريقها إلى تنفيذ؟ يعتمد هذا بدرجة أساسية على جدية ومصداقية الحوثيين المشكوك فيها محليا ودوليا طبعا، نعم، والضغط الأممي والدولي والقوات المشتركة مثل ما دارت متواجدة على الأرض ولن تتراجع إلا انسحابات حقيقية. هل ما زال خيار الحسم العسكري قائم؟ بالتأكيد لا شك، وهو المعول عليه إذا لم تنصاع الميليشيات الحوثية للاتفاق وللإرادة الدولية والمجتمع. نعم سيادة العميد، كيف ترى إلى موقف الأمم المتحدة والتعامل مع هذا الإعلان التي تم إعلانه من قبل الميليشيات؟ الأمم المتحدة وجدت في هذا الإعلان فرصة لها قرابة الخمسة الأشهر، والميليشيات الحوثية تراوغ في عملية الانسحابات والاتفاقات التي تمت، وجدت في هذه فرصة للتواجد في المواني، ونحن رحبنا بهذه وندعم الدور القيادي للأمم المتحدة في عملية التفتيش، وندعم أيضا حرمان الميليشيات الحوثية من الموارد المواني. نعم سيادة العميد، ألا ترى بأن هذه خطوة استباقية قبل عقد جلسة مجلس الأمن في منتصف الشهر؟ بلا شك هي خطوة استباقية، وهم يحاولون تفادي جلسة مجلس الأمن. الدول الرباعية كانت واضحة في تحضيرها للميليشيات الحوثية ونقلت رسالتها عبر المبعوث الأممي. الميليشيات الحوثية هي مسيرة من المراوغة والكبد والكهنوت. الأيام القادمة كفيلة بفضح. إذن هذا كان اتصالا هاتفيا مع صادق دويد أجريناه في نشرة سابقة. في الحديدة أيضا استهدفت ميليشيات الحوثي أحياء سكنية عدة مأهولة بالسكان في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، وأفادت مصادر محلية من أهالي حيس أن الحوثيين فتحوا النار من أسلحتهم على منازل المواطنين، واخترقت الأعيرة النارية جدران منازل المواطنين
عبد قائد صغير وتسببت أو المواطن عبد قائد صغير وتسببت بحالة من الخوف والهلع لدى الأهالي من النساء والأطفال الموجودين في المنزل. يذكر أن ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وترتكب انتهاكات إنسانية بحق المواطنين الأبرياء في مديريات محافظات الحديدة المحررة بقصف واستهداف المنازل والأحياء السكنية وزرع الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والمزارع. إلى الضالع، حيث تخوض التشكيلات المشتركة هناك مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في الجهة الغربية من مدينة قاطبة مؤمنة مناطق عدة وكاسرة تسللات للميليشيات في تورصة بالأزارق وحجر. تصاعدت حدة القتال ليلة أمس مع الميليشيات الحوثية في جبهات الضالع، حيث شهدت أطراف مدينة قعطبة اشتباكات عنيفة بين قوات الحزام الأمني والقوات المشتركة مع ميليشيات الحوثيين. تم خلالها تطهير عدد من شوارع مدينة قعطبة، وتم كسر تسلل قامت به الميليشيات في منطقة تورسة بالأزارق وكذلك في جبهة حجر مديرية الضالع. حصل في ليلة أمس اشتباكات بين ميليشيات الحوثي وقوات الحزام الأمني والقوات الخاصة والمشتركة، وكبدناهم خسائر كادحة في مديرية قعطبة، والحمد لله سيطرنا عليها سيطرة تامة. قلونا قدامكم هذا كان المركزي قادما والآن في 33 ولا نحن جنود سنة المشاة، وهذا هو السجن المركزي، والدعاية اللي يقولوا أنهم دخلوا لا يمكن يدخلوا شبر واحد، هم تلقوا يعني دروس قاسية خاصة بجبهة بريس. الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات الضالع، من بينها قيادات كبيرة، حيث قتل المدعو العميد إسماعيل الحسني ورداد العمري ومجاهد الشهري وأسرى أعداد كبيرة من الميليشيات. وقد قامت الميليشيات بنهب الأجهزة والمعدات التابعة لمستشفى السلام بمدينة قعطبة عند تسللها خلال الأيام السابقة. في الساعة 5 صباحا اليوم تحركنا نحن وبقيادة هيثم نويصر قائد طوارئ الحزام الأمني، وقمنا بالتطهير الذي تسللوا إلى جنب المجمع حق قعطبة ودحرناهم، والآن الوضع حال إلى هذا الآن ما فيش أي تقدم. تتفاقم معاناة المواطنين بمناطق كثيرة بمحافظة الضالع جراء الاشتباكات الواقعة في قعطبة وأطراف الضالع والأزارق، مع تواصل موجة النزوح وارتفاع لأسعار المواد الضرورية وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. دخلنا اليوم إلى مديرية قعطبة، مشطناها بالكامل من الحوثيين، المكان يعني آمن، ونحن قمنا بدحرهم يوم أمس ونظمنا كل شيء في قعطبة، والآن بحمد الله تم سيطرتنا بالكامل على أطراف قعطبة. تواصل قوات الحزام الأمني والقوات المشتركة تطهير مناطق مديرية قعطبة، وتتقدم في أطراف مدينة قعطبة من الاتجاه الجنوبي والاتجاه الشمالي، وتتوعد باجتثاث الميليشيات الحوثية من أطراف مدينة قعطبة. محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع. هذا وتخوض ألوية العمالقة في الضالع معارك شرسة ضد ميليشيات الحوثي المعززة بالدبابات والآليات المدرعة، واستطاعت تدمير الدبابة 14 في منطقة حمر. بسم الله أسيت استهداد دبابة في قعطبة. الله ما سجلت. أسيت استهداد دبابة في منطقة قعطبة. اللهم سدد يا رب. من
من الضالع إلى الجوف، حيث تكبدت الميليشيات الحوثية هنا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في معارك ضارية خاضتها القوات المسلحة في جبهة حامة. مصادر عسكرية أكدت أن مسلحي الميليشيات الحوثية حاولوا التسلل إلى مواقع للقوات الحكومية في جبهة حامة، إلا أنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم. ولاذت تلك العناصر بالفرار بعد مقتل أكثر من 15 مسلحا من عناصر الميليشيات وجرح آخرين. وأضافت المصادر أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في الجبهة ذاتها، وتمكنت من تدمير عدد من العيارات والآليات القتالية، وأسقطت عددا من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح. غير بعيد عن الجوف، لقي عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم وأصيب آخرون بإحباط هجوم لها في مديرية الصفراء بصعدة. مصدر عسكري أكد أن القوات الحكومية أفشلت هجوما للميليشيات في جبهة الرزامات بالمديرية، أسفر عن سقوط عناصر من الميليشيات بين قتيل وجريح. وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية تواصل تقدمها في المديرية في إطار معركة تحرير محافظة صعدة من الميليشيات الإرهابية. هذا وكشف عدد من الأسرى وقعوا في قبضة رجال القوات الحكومية تضليل وخداع ميليشيات الحوثي للمغرر بهم، ممن تدفع بهم إلى محارق الموت لدعم جبهاتها المنهارة. محاولة أخرى فاشلة لميليشيات الحوثي لاستعادة مناطق خسرتها في قرى الخادمة وصبيا والظهر والقائم بمديرية عبس، قبل أن تواجه محاولاتها بحائط صد قوي من أبطال القوات الحكومية الذين سحقوا عناصر الميليشيات وكسروا هجومها وأجبروها على التراجع والفرار. أبطال القوات الحكومية كبدوا الميليشيات خسائر فادحة وتمكنوا من أسر 7 من عناصرها المهاجمة، ليضافوا إلى عشرات الأسرى الحوثيين الذين وقعوا في قبضة رجال القوات الحكومية منذ انطلاق عملية عسكرية لتحرير مديرية عبس في مارس الماضي. ميليشيات الحوثي تتعمد رفع شعارات زائفة للتغرير بمزيد من العناصر والدفع بهم إلى جبهاتها العبثية لإطالة أمد حروبها غير مكترثة بالأعداد الكبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح وأسير. أهلي وإخواني وأصدقائي وكل من يعرفني ويسمعني بأن يرقدوا في بيوتهم حتى تصل إليهم المقاومة الشرعية وأن لا يلتحقوا بالميليشيات الحوثية. سرعان ما ينكشف زيف شعارات الميليشيات الكاذبة عندما تقع العناصر المغرر بها أسرى في يد أبطال القوات الحكومية ولا يجدون أمريكيين أو محتلين، كما زعمت الميليشيات تغريرا على عناصرها. لم نجد إسرائيل أو أمريكا، فنجد أخواننا لا سوى أحد غيرهم. وأنصح كل من حولي وكل من يسمعني أن يسجد في بيته. استماتة الميليشيات والدفع بالعشرات من المغرر بهم في محاولات استعادة مناطق خسرتها يكشف مدى الرعب في قلوب قياداتها التي تتهاوى مع كل تقدم يحققه أبطال المقاومة والقوات الحكومية. وضعهم يعني في الرعب، يعني الرعب إيش يعني؟ ما تقول قد الرعب في قلوبهم. نصيحتي إننا أوصي كل أخواني إنهم لا يجدوا التو معه أي خطوة أو أي شكعة معه. ستظل الميليشيات الإرهابية كعادتها ترفع شعارات زائفة للدفع بمزيد من عناصرها المغرر بهم في المقدمة كوقود لمعاركها التي تشعل نيرانها لسفك دماء أبناء اليمن في استحقار واستخفاف بعناصرها الذين تعتبرهم مجرد وقودا لحربها العبثية. أتلفت القوات الحكومية كميات كبيرة من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة. مصدر في الإعلام العسكري أكد أن كتيبة الهندسة بمحور صعدة تمكنت من إتلاف 2500 لغم وعبوة ناسفة بمختلف أنواعها بعد أن تم نزعها من مناطق رشاحة الاستراتيجية والمخنق ووادي العطفين والأجاشر عقب تحريرها. وأشار إلى أن الميليشيات استخدمت طرق التمويه أثناء زراعتها لتلك الألغام، إلا أنها فشلت في ذلك وتم الكشف عنها وانتزاعها وتأمين الطرق والجبهات أمام القوات الحكومية وتنقلات المدنيين. ولفتت المصادر إلى أنه سبق وأن تم إتلاف 7000 لغم زرعتها الميليشيات في كل من البقع وصحراء الأجاشر خلال 3 أشهر الماضية.
من جانبه أعلن مشروع مسام أن الفرق الميدانية نزعت خلال 10 الأيام الأولى من شهر مايو الجاري أكثر من 6800 لغم وذخيرة غير متفجرة وعبوات ناسفة. وفي مديرية المخا أشاد المواطنون بالجهود والتضحيات الجسيمة التي تقدمها الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام لنزع الألغام، مشيرين إلى أن مزارعهم ومنازلهم وممرات طرقهم تم تفخيخها بكميات مهولة من الألغام والعبوات الناسفة من قبل ميليشيات الحوثي. ما قدرنا ندخل هنا إلا ما سافكنا الطريق، ما سافكنا الطريق قد دخلنا مزارع حقنا، أما الغام عندهم بتورات، في قرية، في مينا مشقار، كل الحوثي لغمها، كلها خلانا محل، ما لا كلهم بسي كلاس هنا راح 4 أنفع، وهلا 5 أنفع، كل موضع، من الغام بس، والله إن شاء الله سبنا الطريق هذين العيال. كان مزروع بالغام الطرق وكل القريات. وكل المحلات الغام هذه ميليشة الحوثي لغمت هذه الطرق هذه المحلات والمزارع والاراضي كلها الغام هذه الاراضي مثل ما تمشي تحصلها الغام ما كنا نستطيع حتى نمشي. تتابعون بعد فاصل قصير. منظمة كير تعلق أنشطتها في إب احتجاجا على اعتداءات ميليشيات الحوثي على فرقها الإغاثية. خرجونا من البيت قالوا خرجوا مرتاح اليوم وباكر لقينا خير أمان رشقنا كله القرية كامل البلد كامل رمكاين الأرض ولا خلوا واحد. ولا ما عنده يا عطلة علقت منظمة كير العالمية توزيع مساعداتها الإنسانية والإغاثية بعد اعتداء عناصر من ميليشيات الحوثي على فريق إغاثي لها في مديرية حزم العدين في محافظة إهب. مصادر محلية ذكرت أن منظمة كير العالمية احتجت في رسالة لها على تعرض أعضاء فريقها للضرب وإشهار السلاح في وجههم نهاية إبريل الماضي، وكذا الصدوا على 279 سلة غذائية بعد محاصرة فريق التوزيع وتعرضهم لإطلاق النار في مدرسة التوفيق بحزم العدين. وأدى إيقاف أنشطة المنظمة إلى حرمان أكثر من 1200 أسرة من صرف مساعدات شهرية كانت تتلقاها للتخفيف من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بسبب الحرب التي أعلنتها الميليشيات. اقتصاديا، وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة 23 بنحو 28 مليون دولار والمخصصة لفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية. وميليشيات الحوثي تفرض إتاوات وجبايات جديدة على شركات الأدوية في مناطق سيطرتها. جولة اقتصادية جديدة وتتركز على شأن المحلي، حيث أعلن قطاع العملية المصرفية الخارجية في البنك المركزي بعدن عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة 23 بحدود 28 مليون دولار والمخصصة لتغطية الطلبات المقدمة عبر عدد من البنوك في جميع المحافظات لفتح اعتمادات استيراد سلع أساسية. وهاب البنك بجميع البنوك التجارية والإسلامية التي وصلت الموافقة لاعتمادات عملائها بسرعة استكمال إجراءات فتح
الاعتمادات خلال اليومين المقبلين. يأتي هذا في وقت يشهد فيه الريال اليمني حالة من التذبذب أمام العملات الأجنبية. اتراوح سعر صرف الريال مقابل الدولار خلال عملية الشراء والبيع ما بين 529 و 533 ريال، فيما ارتفع الريال السعودي فوق السقف 140 ريال ببضعة ريالات. كشفت مصادر مصرفية عن نجاح البنك المركزي اليمني بعدم في قطع خطوات متقدمة ورفع يد ميليشيات الحوثي الانتهازية عن بنك التسليف التعاوني الزراعي المملوكي للدولة بعد استغلاله لسنوات لصالحها. وتمكن البنك من احتجاز 100 مليون دولار كمستحقات واجب دفعها لكاك بنك من أموال تحويلات المنظمات الأجنبية، وتم دفعها لحسابات البنك في عدن، ما يمثل ضربة قاسية للميليشيات خصوصا بعد نقل سويفت نظام التحويلات المصرفية الخارجية لبنك التسليف إلى مقر البنك في عدن، والذي سيمكنه من السيطرة على كافة صلاحية الحوالات والتعاملات الخارجية وإغلاقها عن مركز صنعاء بشكل كامل. فرضت ميليشيات الحوثي إتاوات وجبات جديدة على شركات الأدوية بالعاصمة صنعاء. وقالت مصادر طبية إن الميليشيات فرضت على شركات الأدوية المستوردة للعلاجات من الخارج إتاوات مالية باهظة، وهددت المتخلفين عن الدفع باتخاذ إجراءات عقابية بحق شركاتهم ومنها الإغلاق. وطالبت الميليشيات شركات الأدوية بتزويدها بسجلات متكاملة عن العملاء والصيدليات ومخازن الأدوية والكميات التي تبيعها وأسعار تلك الأدوية. وأدت تلك الإجراءات الأخيرة إلى ارتفاعات كبيرة لأسعار الأدوية والعلاجات في السوق اليمنية. يشكو المواطنون في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات من الارتفاع الجنوني لأسعار الخضروات والفواكه والألبان ومشتقاته في شهر رمضان، حيث ارتفع سعر الكيلو الطماطم إلى 600 ريال، في حين سجل سعر الكيلو البصل 500 ريال والكوسة 500 ريال و300 ريال للكيلو البطاطا والخيار 700 ريال للكيلو الواحد والفلفل 1000 ريال والكيلو الجزر 500 ريال، فيما وصل سعر الكيلو الواحد للموز 400 ريال والتفاح الخارجي 1500 ريال والرمان 1000 ريال. وأخيرا أعلنت وزارة الكهرباء عن دخول الوحدة الثانية لمولد محطة حسوة 2 للمنظومات الكهربائية بعد توقف دام عاما نتيجة لنقص في إمدادات قطع الغيار. وأرجعت الوزارة أسباب الانقطاعات المتكررة في أطراف عدن إلى الزيادة المفرطة في استهلاك أصحاب الربد للعشوائية وعدم سداد الفواتير، وأضافت أن العجز الكهربائي انخفض إلى 12 ميجا، وأن الطاقة التي يتم توليدها في عدن لا تفي بحاجة الأهالي في عدن ولحج وأبين، وأن حجم الإنتاج لا يتجاوز 380 ميجاوات، في حين الاستهلاك يناهز 500 ميجاوات. يواصل الهلال الأحمر الإماراتي توزيع الخبز مجانا على 25,000 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديريات ذوباب، المخا، التحيتة وحيس والخوخة بالساحل الغربي. وأبدى المواطنون المستفيدون سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية والدعم السخي، مؤكدين بأن كافة الأسر الفقيرة والمحتاجة في الساحل الغربي ستستفيد من هذا الدعم.
7500 من ضمن أننا ننتج 15000 في اليوم. يتم توزيع 7500 للمخيمات والأسر الفقيرة. نحن في مركز المديرية ذبابة ونعمل على إنفاق الروتي من مساعدة الإمارات يعني مثل الأحمر الإماراتي، وعدد الروتي اللي يستفيد منه المستفيد 4000 قرص روتي، يستفيد منه 400 أسرة في مركز المديرية ذباب، وهذه مساعدة من الهلال الأحمر الإماراتي، ونشكره على هذه المساعدات التي يعطيها ونحس بها، وهذا ما نتمنى ونتمنى المزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في مديرية حيس محافظة الحديدة ندشن مشروع المخبز الخيري لإغاثة أبناء مديرية حيس. نحن اليوم هنا ندشن قرابة 400 أسرة، تستهدف يوميا 4000 وجبة خبز يوميا توزع. نهاية النشرة، عودة للتذكير بالعناوين. اجتماع للفريقين الحكومي والأممي في لجنة إعادة الانتشار يضع 4 اشتراطات لتنفيذ الانسحاب في الحديدة. مواجهات بين التشكيلات المشتركة والميليشيات في الجهة الغربية من قعطبة بالضالع، وإحباط تسللات في الأزارق وحجر. الميليشيات الإرهابية تتكبد خسائر في الأرواح بمعارك في جبهتي حام بالجوف والصفراء بصعدة. أقل من ساعتين ونصف ساعة موعدنا الإخباري المقبل. إلى اللقاء.